أما هلا سلمى رح نحكي عن ناحية طبية وجمالية بنفس الوقت، بتعني كتير للصبايا واليوم الشباب كمان قديش بيحاولوا سلمى تكون صحيح الابتسامة بيضاء، ابتسامة جميلة، بياض الأسنان قديه مهم سلمى. صحيح فرح، ويمكن من قبل ما نبلش الهوا ونحن عم نحكي انه اليوم كل حدا بالنسبة له هاجس انه يعبر عن نفسه من خلال هالابتسامة. أكيد رح نحكي اليوم بالتفصيل كيف بنحصل على اسنان بيضاء بطريقه صحيه وسليمه، بعيدا عن الوصفات اللي خلينا نقول تجاريه وبتاذي اكثر ما بتفيد. رح نحكي عن هذا الموضوع بالتفصيل مع الدكتوره ايه اللبابيدي. يسعد صباحك دكتوره، اهلا وسهلا صباحكم كل فيك. خير. سعد صباحك، اهلا وسهلا فيك. خلينا صباح بدايه نبلش، يعني مفهوم تبييض الاسنان مفهوم من فترة بسيطة بلش يطلع ولكن بأدوات مختلفة، في منا المنيح وفي منا مثل ما بيقولوا السيء اللي بيكون له آثار سلبية. خلينا نحكي عن تبييض الأسنان بشكل عام. تمام. هلا تبييض الأسنان بشكل عام هو عم نقول نحن بأحد الطرق، اما هو عبارة عن إرجاع اللون الطبيعي للسن او الاساسي. هو اللون الاساسي ابيض، خلينا نتفق عليه، ابيض ناصع ولا درجات ولا الدرجات الى الاساسي، ممكن يعني كل شخص بيختلف. تمام. طبعا. اي فهو اللون الاساسي للسن نحن عم نقوم بارجاعه عن طريق استخدام هاي المواد التبييض اللي هي بتحوي على كارباميد بيروكسايد. تمام. عندنا نحن عم يكون احدى طريقتين، اما التبييض الليزري هو عم يكون ضمن العيادي او التبييض المنزلي عن طريق القوالب المنزليه. اي ونحن في عندنا دكتوره خلينا نحكي الفرق بيناتهم لانه هن كثير منتشرين، البعض بيقول التبييض الليزري ممكن يعمل كثير مشاكل للاسنان، بضعف بنيه السن، البعض الاخر بيقول لا هو الافضل وهو الحل السحري والسريع لنشوف هي الاسنان البيضاء. بدنا الصح دكتوره. هلا التبييض الليزري هو انه النتيجه تبعته كثير سريعه، بس نحن عندنا مشكله انه هو عم يسبب حساسيه للاسنان. تمام. اما التبييض المنزلي هو صح احنا عم نحتاج وقت كثير لحتى ناخذ النتيجه البيضاء، بس كمان احنا عم نحافظ على اسنان انه ما تتعرض لهالحساسيه الكبيره. تمام. بما انك حكيتي عن الحساسيه، خلينا نحكي عن المراحل اللي ممكن حدا يبيض اسنانه فيها، وهل كل الاشخاص ممكن يخضعوا لنفس عمليه التبييض ولا لا؟ مثلا في ناس بيستخدموا الليزر، في ناس لا، مثلا تنظيف فقط. تمام. بكفي على حسب يعني الحاله. هلا احنا بنحتاج لطبيب الاسنان عندما بيكون عندنا هي الاسنان بلشت تتصبغ، بلشت تتلون عن طريق المشروبات، عن طريق التدخين، فاحنا هون بنلجأ للطبيب. ونحن كمان بناخذ بعين الاعتبار من الدرجه الاولى هي رغبه المريض. لما يجي عندنا المريض انا بدي هالابتسامه البيضاء، هالابتسامه الحلوه. تمام. ناخذها هي اول شيء، وثاني شيء عندنا استطباب انه لازم يكون عندنا الاسنان متصبغه. فاحنا لما تكون عندنا حاله الاسنان طبيعيه احنا هون بنلجأ للطبيب، سواء كان ليزري او التبييض المنزلي. تمام. اما اذا كان في عندنا هالاسنان في عليه حشوات كثيره، فهون نحن نلجا لاستطباب ثاني اللي هو مثلا ممكن نعمل له نحن تيجان، نعمل له قشور خزفيه، او مثلا لومينير، حسب كل حاله والى استطباباتها. هون دكتوره خلينا نفوت بتفصيل صغير، لما نحن بنسمع على الفيسبوك او من جارتنا او من رفيقتنا انه نحن لما بنستخدم الفحم ممكن يبيض الاسنان، لما بنستخدم نوع معين من المواد مثلا من الصيدليه الفلانيه استخدمتها جارتي وصاروا اسنانها كثير بيض، نحن هذا الشيء منه صح دكتوره؟ بتشوفي انه هي المواد لما بتستخدم بالبيت بعيدا عن التبييض بادوات الطبيب ممكن نحن نستفيد فعلا او إلا بالعكس اثار كثير سلبيه؟ هلا بصراحه هذا الموضوع كثير منتشر. هلا طرق التبييض انه من المنتجات الطبيعيه، هلا بصراحه احنا يعني ما في هيك طرق، بس نحن ممكن انه في طرق هي احنا مثل عوامل مساعده بنعتبرها، يعني مثلا لما يكون انا النظام الغذائي تبعي انه انا مثلا اعتمد على الفواكه اكثر، على الخضروات اكثر، اتناول الاكل اللي هو بيحتوي على الالياف، هي بتساعدني ان انا اقدر احافظ على الوان اسناني بشكل افضل. تمام. اكيد الصحه العنايه الفمويه للاسنان، ان انا فرش اسناني، استخدام الخيط السني، هي كلها ممكن تساعدني ان انا ضل محافظه على بياض اسناني. اكيد. كمان دكتوره خلينا نحكي، يمكن قلتي انه في بعض الطرق اللي هلا صرنا عم نشوفها مثل اللينسز للاسنان عم تتركب او في عم يركبوا خليني اقول شيء ثابت، شو بتنصحي اكثر من خلال تجربتك والحالات اللي عم بتمر، انه اللي عم يعطي جدوى اكثر وعم بحافظ ايضا على الاسنان الاساسيه؟ هلا بشكل عام هدول كل الطرق هي لهم ايجابيات لهم سلبيات. هلا اذا نحكي نحن على ايجابياتها، يعني هو التبييض المنزلي او التبييض الليزري او اي وحده هي على فكره هي ايجابي بشكل مطلق لما نحن نكون مختارين الحاله بشكل صحيح. يعني هاي الحاله هي استطباب انه نحن نعمل لها تبييض، فهون نحن بكون عندنا نتيجه كثير فعاله وكثير منيحه. و كمان
ممكن بالنسبه لللينسز ايمتى بنستخدمهم، ايمتى بيكون احسن؟ عرفتي كل حالي الى مثلا استطبابات، عرفتي مثلا انه انا شو عندي، مثلا عندي تلون سن، او مثلا انا حابه مثلا افتح كل اسناني، حسب كل حالي والى. دكتوره، في بعض الاشخاص عندهم اسنان طبيعيه سليمه صحيه، بس نحن بدنا درجه البياض المبالغ فيها، بدنا نعمل فينير او لمنير حسب هن شو بيطلبوا. هدول الاشخاص ممكن دكتوره تنصحي انه نحن لا نحافظ على اسناننا، لانه حتى هي الطرق هي الى فتره معينه ممكن تحتاج لتجديد، ممكن تنكسر، ممكن اي خلل ممكن يصير تمام. فيها فهون قد ايه بيكون دورك بنصيحه المريض؟ هلا بما انه هو المريض عنده عنايه فمويه كثير منيحه والاسنان كثير حلوه وهي، فهو حرام انه يلجا لهالطرق انه هو يضاعف بنيه السن. يعني قد ما نحن عملنا تيجان او عملنا فينير او عدسات، نحن ما عم نقدر نوصل لمثل السن اللي رب العالمين خلقه. طبعا هو بضل اقوى، فهيك بنصحهم انه يضلوا معتنين باسنانهم وما يفكروا، حتى لو كان هلا كثير دارج هذا موضوع الطبيب. صحيح، اكيد. قبل ما نختم حديثنا دكتورة، أهم النصائح اللي بتحبي توجهيها لكل حدا بده يعمل تبييض أسنان؟ هلا اول شيء انه احنا ما كمان انه شفنا مثلا جارتنا عملت، رفقتنا عملت، هيك ما انه كمان نمشي بهذا الموضوع انه بس انه بدي ابيض اسناني وهيك، انه احنا نلجا للعنايه الفمويه، تفريش اسنان بشكل اساسي وضروري، نبتعد عن التدخين، نبتعد عن المشروبات، القهوه والشاي، يعني احنا نكون يعني نفرش اسناننا دائما بعدها لحتى نضل معتنين فيها. هي بالنسبه للعنايه الفمويه كثير مهمه. ونراجع الدكتور، هي كثير مهمة، يمكن هي ما حدا بيتذكرها. هي نصيحة كثير انه نحن يكون عندنا دائما تشيك لصحة الأسنان، انه كل 6 شهور نحن نروح نطمن على صحة أسناننا، وبالأحلى مو هيك، يعني مو بس صحة أسناننا، الجسم بشكل عام، انه نحن نعمل تشيك من فحوصات، تحاليل طبية، وآخر شيء بحب انه أقول انه هي صحة الإنسان تبدأ من صحة الفم. طبعا. شكرا لك دكتورة على وجودك معنا لليوم، وبتمنى لك أكيد كل التوفيق. شكرا أنت لكم، سعدت صباحكم وكل خير. سعد صباحك. صباح الورد.